وسهلا بيكم في قناة فلوجاتي. هنعمل النهاردة يعني انبوكسنج وريفيو سريع لمطحنة اريتي، مطحنة الحبوب البن. احنا جايبين المطحنة دي جماعة في الشغل بتاعنا انا وزمايلي، فالنهاردة هنعمل تجربة كده لطيفة. احنا محدش طبعا ايه عاوز يمشي من الأوضة، فاحنا هنعمل مع بعض الانبوكسنج عشان كله دافع فيها، داخلين فيها شير عشان ايه نستخدمها معانا في الـ في الـ في الشغل يعني. خليكم معانا. بسم الله نفتح يا جماعه المطحنه. هي المطحنه اسمها اريتي، اللي هي جرايندر برو، عليها ضمان سنتين. هي طبعا جايبينها من بره من الامارات عشان طبعا الاسعار. هي المطحنه دي شبيهه لمطحنه الاديسون اكسبريس، نفس الديزاين تقريبا، نفس كل حاجه. وهنعمل انبوكسنج دلوقتي ونشوف مع بعض. اول حاجه الكتالوجات بأكتر من لغة يعني. انستراكشن اوكي تمام. نكمل مع بعض. بسم الله تمام. اول حاجة دي اكسسوارز، دي عبارة عن ايه؟ اوكي دي فرشة التنظيف. اوكي دي اول حاجة. بعد كده يا جماعة ده الكونتينر بتاع الجراوند كوفي او القهوة المطحونة، ده الكونتينر اللي هنكولكت فيه القهوة بعد الطحن. هو هنا عبارة عن كونتينر بلاستيك بيشيل حوالي تقريبا 150 جرام او 200 جرام، وفي هنا الكفر بتاعه بالشفة دي عشان يبقى موجود تحت النزل بتاعت المطحنة لو احنا لما البن ينزل. اوكي دي المطحنة بقى. اوكي بسم الله الرحمن الرحيم. ادي المنظر بتاعها، ده الهوبر او الادوس زي ما بيسموه، كفر بلاستيك عشان يحفظ البن من الرطوبة لو انت مخزن الحاجة بتاعتك فيه. تمام. هي شبيهة بالظبط للإديسون إكسبريس اللي حد لو كان حد جربها يعني قبل كده. دلوقتي هنجرب مع بعض. ده الزرار بتاع التايمر بتاع الطحن، وهنا النوب بتاعت درجات طحن القهوة، فيها لغاية 16 أو 15 درجة. نكمل مع بعض. دلوقتي احنا هنحاول نفك الهوبر او الادوس بتاع القهوه، بندوس الزر ده لجوه ايوه، ونجيب علامه الاف دي قدامه ويطلع. برضو نفس الطريقه، في هنا الفالف اللي هنا او البوابه اللي تبقى موجوده هنا دي عشان لو انت شلت الهوبر من على المكنه البن ما يقعش في الارض، فبيبقى في البوابه اللي هي بتقفل على البن. هو ساعته برضو حوالي 350 جرام. تمام. نيجي للمطحنة من جوه، نفس الطريقة، المش والكور بندور ناحية الشمال كالعادة عكس عقارب الساعة. دي المش بتاعتنا. انا كنت قبل كده عملت ريفيو للمطحنة الاولانية اللي كنت انا جبتها عندي في البيت، اللي هي الزاسن هاوس، نفس الحكاية من جوه. تمام. والترس اللي هو الفايف اكسس الكونيكال المعتاد. تمام. تمام يا جماعه احنا كده بعد ما جمعناها كلها تمام، حطينا البن او الكونتينر بتاع القهوه في مكانه. بيطلع هو يعني بالنسبه لي متعب شويه في الخروج. الجزء اللي هنا ده الرابر عشان يبقى يعمل فول كونتاكت مع الجزء اللي هنا. يعني انا بالنسبه لي كفانكشن وايز مش احسن حاجه. البودي يعني بالنسبه لي الديزاين مش وحش، بس البلاستيك برضو مش احسن حاجه. يعني الاجزاء الداخليه تتعامل معاها بحرص، وانت بتشيل الهوبر بتركب الهوبر لازم تكون مخلي بالك عشان ما فيش اجزاء تتكسر منك وتوقف المطحنه عن الشغل. هنبتدي دلوقتي نجرب اول درجات الطحن بتاعتها، ونعمل الاول على الفاضي عشان نتاكد ان الاجزاء المتحركه بعيده عن بعضيها. احنا وصلنا دلوقتي الباور
لان الانوار دي على طول ظهرت. هو الانوار دي مش ما بتعملش بلينكينج في الحقيقه، هي طالعه بس هي في الفيديو بتعمل كده عشان التصوير. عندنا هنا اول حاجه علامه شبه البورتا فلتر، وبعد كده بنبتدي ندرج. اول لمبه نورت اهو، وبعدين دخلنا على اللي بعديها اللي بعديها اللي بعديها اللي بعديها، والعكس صحيح. دي هتبقى ازمنه الطحن اللي موجوده معانا كلها على اساس كميه البن اللي هتطحن، كوبايه كوبايتين ثلاثه زي ما انت عاوز. وطبعا الموضوع هيختلف بالنسبه للمحصول البن اللي انت بتستخدمه، يعني احجام البن بتفرق مع بعضيها. فانت لو حتى انت مظبط المطحنه انها تطحن مثلا 5 ثواني 4 ثواني 10 ثواني، هتفرق من محصول للاخر على حسب حجم حباية القهوة. من ناحية تانية يا جماعة، قلنا ده النوب بتاع تغيير درجات الطحن. هو في ما بين كل درجة والتانية في النص، عاوز احاول اوريها لكم، في النص، يعني هنا دي مش مظبوطة على 8 بالظبط، لا دي بين 7 وبين 8 كده، دي بقت 7 كده، في النص بالستة والسبعة كده بقت 6 وهكذا. فيعني ممكن نقول لو 15 في 2 يبقى حوالي 30 درجة طحن. هنجرب بقى ايه مع التجارب، وتبعتولي في الكومنتات اذا كانت هي هتطحن تركي ولا لا. لكن احنا طبعا احنا جايبينها بنشتغل بمكنة باسكت مضغوط اوريدي، وبنشتغل امريكان كوفي وبور اوفر، يعني ده اللي احنا بنحب نستعمله حاليا. طبعا التركي في ناس معانا بتحب تشربه، هنجرب عشان نبقى نرضي جميع الاذواق. يعني ده كل الموضوع. المطحنه بسيطه جدا، حجمها خفيف، وزنها مش كبير قوي، مكانها مش محتاج مكان تتخزن فيه قوي يعني. بس انا الخامات عندي بالنسبه لي مش احسن حاجه. يعني هنجرب في الايام الجايه ونشوف هي هتستحمل اصلا طبيعه الاستهلاك اللي احنا اليوم اللي احنا هنستهلكها عليه، من باختلاف الاذواق، اللي هيشرب امريكان اللي هيشرب اسبريسو. هنشوف هنجرب ونقول لكم. انا ممكن اعمل دلوقتي يعني تجربه بسيطه لاخشن حاجه واقل حاجه ونجرب كده، خليكم معانا. تمام يا جماعه، احنا دلوقتي المطحنه بعد الستاند باي، هي عملت ستاند باي وعملت ايه اوتو باور اوف. هنشغل الاول بنفس الزر اللي هو بتاع الستارت اللي هو هنا. تمام، هي دلوقتي كده جاهزه على درجه 15 اللي هي المفروض اوسع حاجه او اكبر حاجه او اخشن حاجه. بسم الله نجرب. ستارت وستوب هنا برضه. تمام، يبقى الادجستمنت اللي هي الاولانيه دي خالص، ده التايم اللي هو المفتوح اللي شغاله اون اوف اكنها من غير تايم تايمينج. هنجرب ننقل النوب على اول جزء، اول لمبه هي هتنور، هنشوف التايمر بتاعها عامل ازاي. بالظبط عملت حوالي كام؟ 9 ثواني 10 ثواني. تمام كده، انا اعتقد هي بس طبعا طولت شويه عشان المطحنه فاضيه، بس سو فار يعني او لحد دلوقتي صوتها ناعم جدا ما شاء الله. يعني نجرب بعد كده نحط فيها شويه بن ونجرب اول تجربه معاكم. هنجرب كده يا جماعه على اول مره نطحن، نحط شويه قهوه كده صغيرين عشان نجرب. ستارت عشان تنور الاول، وبعدين نعمل على اول درجه اول درجه ستارت. بسم الله صوتها ناعم جدا مفيش مشكله. تمام، هي وقفت. ده يا جماعه المنظر بعد ما احنا اول مره نجرب الطحنه، خشنه جدا
يعني هتبقى انا للاكستريم بور اوفر بقى طبعا، او اللي هيستخدمها للفرنش بريس ولا حاجه، او يعني لو حد اكستريمر كده لو ما بيحبش البور اوفر يبقى مر معاه، ممكن يخشن قوي طبعا. درجه التجانس يعني زي ما احنا شايفين كده، هي الميزه ان ما فيهاش باودرز كتير يعني، يعني بتطحن كويس. انا شايف كده مفيش هلك كتير في اللي طالع. نجرب في النص باسكت مثلا مضغوط وارجع لكم تاني. ماشي، احنا هنبتدي دلوقتي نغير ال درجة الطحن. كان في اي ورق او بطء؟ هنبتدي نغير. اول حاجة يا جماعة لازم نخلي بالنا ما تغيرش درجة الطحن من الخشن للناعم وفي بن جوه، ما ينفعش يبقى في بن جوه المكنة، عشان هيبقى في مشكلة ان انت هتبقى بتضيق وانت عمال تقفل على البن هو جاي قدام التروس. فلازم تبقى المكنة دايما مطفية وفاضية ما فيهاش بن. احنا دلوقتي هنجرب اهو، يعني انا هشتغل من الكونفيجريشن بتاعي. انا ببتدي عندي الباسكت المضغوط عندي في البيت على المكنه الثانيه على 7 كده، 7 نجرب مع بعض. احنا كده بنبدا نطحن اسبريسو. طيب احنا يا جماعه كده عملنا على 7، دي درجه الطحن طبعا خشنه جدا. هنجرب نقلل تاني ونشوف. اكتر حاجه كريتيكال احنا كده يا جماعه ما وصلناش طبعا للدرجه بتاعت الاسبريسو الباسكت المضغوط. هنجرب كده مثلا نوصل ل5 ونشوف. كده 5 بالظبط اهي. نجرب تاني مع بعض، نكمل مع بعض يا جماعه. اوكي تقوم. تمام انا ممكن ماشي بقى. دي النتيجه اللي طلعت من درجه طحن 5 عليها، يعني درجه التجانس برضو زي ما احنا شايفين في فروقات شويه لسه ستيل. احنا برضو خشنا للباسكت المضغوط، يعني دي ممكن تكون مثلا موكا بوت او حاجه. عاوز بس تكون واضحه قدامكم عشان الحكم يبقى كويس. هنجرب نضيق كمان ونرجع لكم تاني. احنا كده يا جماعه كنا على 5، هنرجع على 3. احنا بنحاول عشان ما نطولش الفيديو زياده عن اللزوم، فبناخد خطوات كبيره شويه. هنجرب على 3 ونشوف الطحن. بسم الله نتوقع الله. ماشي يا جماعه، دي كده الطحنه على درجه 3 على المطحنه اريتي جرايندر برو. تمام كده الطحنه دي مناسبه للباسكت المضغوط المكنات المنزليه طبعا. تمام يعني في شويه عدم تجانس، مش احسن حاجه يعني التجانس. هتبقى باقي على تجربة على مكنة الاسبريسو نفسها. طيب احنا دلوقتي فاضل لنا، احنا دلوقتي على 3، هنعمل نروح للاكستريم طبعا عشان نجيب اول المكنة واخرها. وهنعمل على انعم طحنة موجودة في المكنة ونشوف الوضع هيبقى عامل ازاي. نبدأ بسم الله. 1 نجيب على اول درجة. يا جماعة دي آخر حاجة على درجة 1. طبعا ما أعتقدش تجيب باسكت مكشوف طبعا، ما أعتقدش، مش عارف.
برضو احنا شايفين ايه في عدم تجانس، مش مية مش احسن حاجة التجانس، بس دي انعم حاجة قدرنا ناخدها من المطحنة في الوضع الحالي يعني. وبالنسبة طبعا للمحصول ده زي ما قلت لكم في بداية الفيديو، ممكن ايه مع محصول تاني الموضوع تختلف شوية. كده يا جماعة بعد ما خلصنا التجربة كلها من اول 15 اللي هي اوسع حاجة او اخشب حاجة في المطحنة لواحد، نرجع مع بعض تاني، دي اخشب حاجة، وبعدين نزلت للنص على طول 7 5 3 اللي هي بالنسبة لي هتبقى معقولة للباسكت المضغوط وعلى تجربة برضو، وبعدين 1. طبعا اللي كان منتظر قهوة تركي منها او طحنة تركي منها طبعا هيبقى صعب جدا، فهي هتبقى المطحنة المناسبة للاستخدام المنزلي تماما، مكانات منزلية وبور اوفر فرنش بريس موكا بوت، اعتقد دي هتبقى اختيار مناسب بالنسبة لسعرها في الفئة دي من المطاحن. وخلينا نجرب ان شاء الله التجربة بعد كده مع محاصيل تانية او انواع تانية من حبوب البن، واللي عنده اي اسئلة في يسألني في الكومنتات وان شاء الله نبقى نجاوب عليها واحدة واحدة. شكرا لكم.